كيف حال المسلم مع كتاب الله، مع القرآن؟ ماذا يصنع المسلم تجاه القرآن؟ دوادو مسلمانم قرآنم زر خوشتن خير، دوادو زر لجنور، دوادو زر بغداتنور. لابد أن يكون عندنا في كل يوم قراءة للقرآن وحفظ للقرآن ونظر في معاني القرآن. صدق مخوامي قتلش ما خقص قرآنم دي لجنر دي جنر قوش أزاد غجنر. أولا نصحح القراءة. يا بددو دي يا ججر تمام تنخيش. نقرأ على أستاذ، على عالم، على مدرس. أستاذ زغور شأما يو إزغجان زغور شأما يا بجج أبو خي جن خي شواغ زرخوم شحر قبشاني بجا. نعرف معنى هذه الآيات. أبقى جاشكو آيات زجم زدغاشم قيشر جان خيش. من تفسير مختصر، لا نأخذ تفسير مطول. بسالم بابشا تفسير خمشش نخجاشو نخجكو قاكو خمشش أبدي جنر. ونستعين بالله على العمل بهذا الذي قرأناه وحفظناه. الحشكم ديتا أنخي قد بقنو آيات زجام آي محنا قد قرؤام أرد غزجانو يوجد حانو. أهم سورة عندنا لابد تصحح وتحفظ ونعرف معناها ونعمل بها سورة الفاتحة. بسومنا نخابو سورة خم ياشش زدغجان خير تمام دقي جنر محنقي جنر ار سورة الفاتحة راش. ثم بعد هذا بعد الفاتحة أنا أبدأ بقصار السورة، السورة القصيرة من القرآن. أبي وجه فاتحة زدغجان وجه سورة جشخم شد زغنوش.